ابو عبد المحسن، انا احس ان الاداره عندكم تدار بشكل عاطفي بزياده. ايش سبق ان قلته؟ يعني زي ما يقولون فيها ردود افعال منفعله لما انتقيل مدرب في الموسم هذا. ترى على فكره مش اول مره ولا هي غريبه على الطائي، يعني الموسم قبل الماضي انتقلت مدربين في الجوله 13 وجوله 11. الموسم الماضي اقلت برضه مدربين في الجوله 14 ثم الجوله 27. الموسم هذا في الجوله السابعة. يعني معقولة يعني الإقالات هذه يدخل فيها مثلا تفاؤل وتشاؤم ولا على الاعتماد على الهزة النفسية اللي تصير، ولا أنتم كمجموعة لجنة فنية أفهم من المدرب؟ طيب من اللي جاب المدرب؟ من اللي جلس مع المدرب؟ من اللي اختار المدرب؟ من اللي عرف أفكار المدرب؟ أدوات المدرب؟ هل انتم اللي تختارون الادوات بعدين تجي للمدرب تقول احنا اخترنا كويس بس تراك انت سيء؟ انا احس كذا، احنا اخترنا لاعبين كويسين ترى بس تراك انت سيء ما تديرهم. يعني طبعا كيف تدار العمليه؟ ولكن انا خلصت منها انكم عاشقين للطاي، تحبون الطاي وتزعلون من زعل الجمهور. الجمهور الطاي واضح انه يعني له تأثير قوي جدا جدا، عاطفي بزيادة. جمهور الشمال ترى مختلف كثير جدا، يعني إذا أحب خلاص يعني ممكن يقتل اللي يحبه من الحب اللي عايش فيه. اي نعم، المدرسة الوجودية. ها؟ يقول المدرسة الوجودية فرنسا تقتل اللي يحب، يقول أبي التحت ومن الحب يعني ما قتل. يعني لذلك لما تجي للأشياء هذه ومع شخص رياضي كبير، طبعا وش اللي قاعد يصير؟ يعني ليش هذه عاده موسميه في الطائي اللي قاعد يصير لك؟ شوف، اول شيء اقالات المدربين اللي ذكرت، يعني مثل زوران، تذكر زوران الكوكي؟ اترك الكوكي، ما معه شهاده برو وقالوا ملزمين حنا. زوران اذا انهزم ينفعل ويصير في مردود سلبي مع اللاعبين، ما هو بس وقت المباراة، لا، يعني يطلع يصرح. مباراتنا ضد الشباب انهزمنا، طريقته انه يسكر ويقول انا ما يمكن افوز على الاندية الكبار، عنده انهزامية ومعلنة للاعبين. لما انهزم صرح للتلفزيون السعودي وانا حاولت اني وتجاوبوا معي، قالوا ما عندي لاعبين، انا عندي 5 شهور او 6 شهور عشان اجيب لاعبين. يعني انت بين امرين، اما تكرر هذا مباراة الرائد بعده نفس الطريقة، الأوله وقفنا تصريحه والثاني لا، راح وصرح وطلع للهوا خلص. شو بيصير بالله اللاعب؟ وش مردوده على اللاعب؟ يعني أنا فاشل والمدرب ما يثق بي. أنت الآن عندك خيارين، إما أنك تغير اللاعبين، لك 15 20 لاعب، ولا تغير المدرب عشان يستصح الفريق. لكن السؤال اللي يفرض نفسه، حنا بعد زوران جبنا سيارة استمر معنا إلى آخر الموسم، اعتذر هو يقول إن أمي مريضة واستاذن وسافر وقعدوا مساعدينه عنده وتفاوضناه مع تجديد العقد ولا ورفض يجدد العقد. ما هذا لا تعتبره سيارة، ما أقلناه. جاء بعده تعاقدنا مع بيبا بداية الموسم. أنا بيبا مدرب ممتاز لكنه قصير النفس. يعني انت لاحظ راح للبرازيل بعدنا وفاز بخمس مباريات وهزم 8 مباريات او 9 مباريات. بيبا عنده عله، يعني مثلا التشكيل الان ماشي. شوف احنا لو تلاحظ الموسم الماضي الى الجوله الثامنه والفريق ممتاز، لين لعبنا مع الهلال اللي انتهى 3-2 والفريق يمشي برتم عالي كويس، بالرغم ان المدافعين كان حسن الجبيري وعبد الكريم السلطان قايمين بعملهم. سوينا معسكر بالشارقة، رجعنا غير الفريق، أخطأ أو يعني هو يظن أنه أخطأ المدافع شال الدفاع، قاعد يشيل يحط بالفريق، انت ساعت صار دفاعنا شوي ما أبو ثقة. حنا أمام الأمر، حنا أمام هالأمر هذا. آخر مباراة الوحدة طلع، حنا مهزومين، طلع أدريانو المهاجم المدافع الفنزويلي، طلعوا برا، يعني ما ادري وش بيصل له. اقلناه. انا لما قالوا رونالدو والله اني فرحت، كرونتيانز البرازيلي والله فرحت انا.
انه فعلا يثبت لي انه هذا التصرف اللي تصرفوا مع الطائي تصرفوا مع النادي البرازيلي، فاز اول مره، واللي كذا ينتقدون يقول لا راح. حنا اللي بسال سؤال، تغيير النادي ما هو عاطفي، انا يعني قد يكون بجانب، لكن بالنسبه للتغيير اللي يجري بالنادي هل تكون عواقبه ايجابيه ولا سلبيه؟ هذا السؤال. حنا قريبين من النادي الى ابعد الحدود ومن اللاعبين، يعني زي مثلا المدرب الاخير هذا يفتعل مشاكل، يفتعل مع سميد، واخر مره يتدرب معه 3 ايام بعدها قال لا قبل شهر مخطئين عليه ما يدخل التمرين. طيب من اول يوم خلوا لا يدخل التمرين. فلما تشوف المدرب هالطريقه وانت قريب تراقب كل صغير وكبير بالنادي، وعندنا مجلس على ما قال لجنه فنيه كل فتره نجتمع وش صاير وش ما صاير وناخذ اخبار اداره الكره من مدير الكره من المدير التنفيذي، هنا بيصير قرارك بيرجع ايجابي على الفريق فعلا. فيه انا ادري اننا لكن ما توفقنا، يعني زي الكلام اللي دار شوين، ما المدرب ما هو مقتنع بالفريق، يعني يسوي لنا مقالب بالفريق ما نقدر.